تاكلي شي؟ لا شكراً، مو قدران. انتي وعدنان منين بتعرفوا بعضكم؟ كنت اشتغل عنده. انتي في عندك اخت كمان؟ في انا اسمي ملك. إذا احتجتي لشي قولي لي إلي. شكرا لك. أمي أنا قلت كل اللي عندي. نبال رح تضل عنا، ما رح تتحرك لتولد. ومنشوف شو بنعمل ساعتها. هذا اللي قررته. خير يا روحي؟ شوفي ليش هيك لونك مصفر ومخطوف؟ عمي عدنان، هي المرأة تبعيته؟ هي تبعيته مزبوط، جاب عمك وقال إنها حامل، قال حاولت تقتل حالها لهيك عمك مسكها وجابها لهون على القصر. أختي مريضة. إذا ما معكم مصاري لا تاكلوا هم. المصاري مو موجودة، هي مشكلة مو سهلة بنوم. خدي. بلال، عمي ضروري نحكي. أنا هلأ طلعت من القصر. ماشي، لكن ناطرك. عائشة، 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 شو بدنا نحكي؟ بدي يكون الكلام بيننا. نزيل انت.